As an introvert, عربش على بنايات بلا permission لأرسم عليهم أحيانا بكتير من ما أكون واقف هون هلا بس هذا الشيء من أنا وصغير عم بعمله من أنا وصغير برسم بخترع وبستعمل الأرت كوسيلة لعبر عن مشاعري وعبر عن أفكاري اللي برسمه هو زيح كتير بسيط بعمل فيه shapes هول الشيبس بزد لهم عيون بزد لهم تم بزد له جسم فجأة بيخلق كاركتر بعمل عجقة كاركترز بخلق باترن وهول الباترنز بستعملهم لكثير أشياء بستعملهم على يعني برسمهم وين ما كان على سيارات على ورق فمن أربع سنين اكتشفت أنه بقدر أرسمهم على الطريق بلشت أرسمهم على الطريق وكثير كان شيء قوي لإلي لأنه حسيت قدي بقدر وصل مساجة لكثير ناس بسرعة فالببليك ارت من وقتها شدني وصرت كثير اعمل ريسيرش عنه وشوف ببليك ارتست ومن اللي كثير بستوحي منهم في كريستو اللي بيلف البنايات يعني عادة واحد بيلف كادو هون لافف في البرلمان الالماني وبيخلي الناس تفكر انه ليش انه شو الفكره من وراء بيخلي الناس تحلم بيخلي المدينه تحلم كمان في نديم كرم اللي أول ما خلصت الحرب بالتسعينات عمل كونسبت اسمه Urban Toys وكيف الولد عنده لعبه بصير يركب فيهم قصص عمل لعب وصار يركب فيهم قصص ببيروت كمان خلى بيروت كلها تحلم بآخر أربع سنين كل سنة عملت كونسبت والكونسبت مع بعضهم بيخبروا قصة they are all related بلشت بإسكيب اللي هو سينجل مان بعدين عملت War Peace اللي هي الكونفرونتيشن لما واحد يواجه المشاكل اللي كان هربان منه رجعت عملت Connection اللي هي when someone connect to his inner feelings in order to move on عن المشاكل اللي ضوى عليهم واخر بروجي واجدد واحد عملته كان برج الهواء اللي هو برج المر علقت له براده ملونه على ال 400 شباك فرح نبلش بسينجل مان، سينجل مان هو شخص عايش بالبيول تبعه، ما بده حدا من السوسايتي عنده، تعبان من العجقة اللي عم نعيشها. فطلع لي بناية بالحمراء ارسم عليها وقررت هونيك يكون سينجل مان لأنه شارع الحمراء بده العجقة وفيه كثير ناس من كل الأشكال ومن كل الألوان، فسينجل مان واقف على البالكون عم يطلع على الناس لتحت، عم يطلع على العجقة من بعيد وحده على الفساد رسمت الكاركترز اللي عادة برسمون. بس زهق سينجل مان من وقفته لحاله هاجر وترك البلد مثل أكترية الشباب بلبنان وراح على الكويت بالكويت عم بيجرب يفوت بسوسايتي جديدة من هيك لابس دشداشة وواقف بين الناس بعدين لقى سينجل مان انه وين ما يروح ما راح يلاقي بيرفكت سوسايتي يعني راح يضل في بوزيتيفز ونيجاتيفز فقرر يرجع على لبنان وبدل ما يهرب من المشاكل قررت توجههم بعد سنه من العيشه بالكويت قررت ارجع على لبنان وطلعت بفكره وور بيس وهون دربت على الحبال لفتره 3 شهور والفكره كانت انه ضوي على اثارات الحرب 28 سنة صار لها قطعة من نهاية الحرب الأهلية ببيروت وبعدنا لليوم منشوف أثارات الحرب على البنايات ومنعيشهم كل يوم بحياتنا اليومية أنا ما عشت الحرب بس عشت أثاراتها للحرب وكتير هذا الموضوع بدق فيه فكانت الفكرة أنه ضوي عليهم وخلي الناس ترجع تنتبه لهم وتتذكر أنه هذا شيء منه عادي أنه بعد 28 سنة بعدنا عم نعيش مخلفاتها لهالحرب من بعيد بس نطلع بالبناية بتعطي فيل كانه عم تنزف كانه بعدها لهلا مجروحه بس لما نقرب نكتشف انه هن كاركترز ايجابيه اجوا ينشروا الايجابيه بدل الاشياء السلبيه تاني مبنى انعمل من بروجي وور بيس كان له هوليداي ان واستعملت اللون الازرق اوماج للناس اللي هاجروا من لبنان عبر البحر وعبر السماء من بعد ما ضويت على المشاكل وبعتقد تواحد يحلهم يتخطيهم ضروري يتواصل مع مشاعره الداخليه تيقدر يتخطى المشاكل اللي ضوى عليها فهون اجت فكره كونكشن وقت اقعد ساعات عم برسم هول الكاركترز هي نوع من ثيرابي لإلي لانه بتواصل عن جد مع مشاعري وبصير اتذكر اشياء مرقت فيها اشياء حسيتها
ومثل كل بروجي بس بس خلصوا يعني بس تطلع الفكره بحولوا لبابليك ارت بروجكت. وهون كونكشن عملت بباري بنشوف كيف الكاركترز خلقوا فلويد فورم تشبه شوي النيورال لينكس بجسمه للانسان، واللون هو المسج اللي بيقطع بهول اللينكس. اذا واحد قدر يتخطى يتواصل مع حاله ويتخطى المشاكل، الشعور اللي بيحسه اتس بيور هابينس اتس بيور اكستاسي. فهون اجت فكره برج المر. برج المر هالبناية اللي انتركت من أول ما بلشت الحرب وكذا جيش فات عليها، وكل الأخبار اللي بنسمعها عنها وكل الذكريات اللي بخبرونا الناس اللي عاشوا الحرب بخبرونا إياها، كل أشياء بشعة للناسين كانوا يستعملوها، كذا جيش فات عليها، وهال 400 شباك على الواجهتين عن جد بينشروا نحس للمدينة كله مسود. فحسيت لازم أعمل شيء، ضروري أعمل شيء. اللي صار اللي صار انه بالنسبه لي بيروت هي الاحياء الشعبيه مش داون تاون اللي هي فاضيه بتحسوها مدينه اشباح. فاخذت اليمنت من هول المناطق الشعبيه اللي هو البراده اللي بنشوفهم على البلاكين، وحطيته ببنايه بارده بمنطقه بارده من بيروت. كل الفساد بس نطلع فيها الهواء كيف كان عم بهزهم للبراده، بتعطي شعور كأنه البناية عم ترقص مع الهواء. البروجيت الفكرة طلعت فيها من سنتين، ومن وقت ما انتبهت لبرج المر كيف هو مثل الوحش واقف بالمدينة. كثير استوحيت كمان من بروجي عمله مروان رشماوي معروض بالتيت بلندن، عامل برج المر على موديل على قياس صغير. فلأول مرة بس شفت الموديل حسيت حالي أقوى منه، حسيت بقدر أعمل بروجي بهالبناية. وهون بس فتت على قلبه عن جد كأنه وحش، هون كأنه زلعيمه لهالوحش. منشوف كمان في خويت أزيف كيف العصافير عاملين بيتهم، عاملين بقلب فخت الأزيف. كل جيش مرق بقلب برج المر تارك الأثر تبعه، تارك رسماته. وهذه كثير بحبها الصورة لأنه مش معروف هالإيدين يمكن يكونوا بينت، بس بنفس الوقت يمكن يكون حدا معذب عم يقولها، مش معروف شو هن. وبنفس الوقت في فخت الأزيفة مع رصاصة مبين وجه مع إيدين. فالشغل كان على 6 أيام، وست أيام اللي قضيتهم مع بكرة العشية بقلب البناية للحظة عن جد حسيت رجعت بالوقت لورا. طيب هلا كل بروجي بعمله ببيروت خصو بالذاكرة وخصو بالحرب عم يختفي. أول بناية تغطت بدعاية، الهوليداي إن تمحو، وبروجي برج المر انجبرت تشيلهم. كأنه بيروت منا جاهزة إنه تتخطى موضوع الحرب، كأنه بعدنا لليوم مش مستعدين نواجه موضوع الحرب. فهذا الشيء بحطني قدام حلين، أول حل ارجع سينجل مان واهرب، بس تاني حل هو إنه واجه وضوي أكتر على هالموضوع واشتغل أكتر public art projects. وأكيد بين الاثنين رح نقي واجه ورح نقي أعمل أكتر projects.